نظريات كثيرة وضعها العقيد الليبي معمر القذافي لحل معظم مشكلات العالم، وضمنها في كتابه الأخضر بدون أن يطرح نفسه كأديب ومفكر عالمي. لا تختفي الناحية الفكرية والأدبية لدى العقيد خلف مناصبه المتعددة التي سماها لنفسه، فالعقيد واضع النظرية السياسية الثالثة والتي طرحها في الكتاب الأخضر، ليضع العقيد نفسه بذلك إلى جانب آدم سميث منظر الرأسمالية وكارل ماركس منظر الشيوعية. النظرية الثالثة كما يقول العقيد تعطي حلا لمشكلة الحكم بتولي الشعب الحكم من خلال مؤتمرات شعبية. وفي الكتاب الأخضر للعقيد ركن اجتماعي يفصل فيه الفرق مثلا بين الرجل والمرأة، ويقول المرأة أنثى والرجل ذكر. وفي كتاب بعنوان الموت يخوض العقيد في البحث حول ما إذا الموت ذكرا أم أنثى، ويرجح أنه ذكر، ويقول من الواجب تحديد جنس الموت ومعرفة إن كان ذكرا أم أنثى، فإن كان ذكرا وجبت مقارعته حتى النهاية، وإن كانت أنثى وجب الاستسلام لها حتى الرمق الأخير. وللعقيد مؤلفات عدة، منها الأرض الأرض والقرية القرية وانتحار رائد الفضاء وغيرها، لكن ما ركز عليه العقيد دوما هو ثورة الجماهير. لازم حتى المنظمة العربية تفهم هذا، إذا اشتعلت الثورة ما عادش حد يطفي نار حقيقة، تشتعل هنا وهناك وهناك، يبدأ التمرد والعالم متصل ببعض. والآن مظاهرة تقع في مسجد في مكان في الوطن العربي، تسمع في كل المساجد الوطن العربي ممكن يعملوا مثلها. الثورة التي توقعها العقيد لغيره ولم يتوقعها لنفسه كما يبدو، عاد وأكدها في كتاب الفراري إلى جهنم حين قال إن طغيان الفرد أهون أنواع الطغيان، فهو فرد في كل حال تزيله الجماعة ويزيله حتى فرد تافه بوسيلة ما، أما طغيان الجموع فهو أشد صنوف الطغيان، من يقف أمام التيار الجارف. كم أحب حرية الجموع وانطلاقها بلا سيد، وقد كسرت أصفادها وزغرتت وغنت بعد التأوه والعناء، ولكني كم أخشاها. إني أحب الجموع كما أحب أبي، وأخشاها كما أخشاه. هاني أبو عياش، العربية.